مهبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي بدعوة صدق وفي شذو روح بتغريد صوت عذوب شجي. الحديث عن حقوق الزوجة ربما لا تسعه الدقائق المعدودة، لكن نطل إطلالة على شيء مهم جدا، خاصة فيما يحدث من أسباب لتفتيت الأسر وتفكيك البيوت في مجتمعاتنا. المشاكل لما تحدث المشكلة ويحدث ويبدر من الزوجة ما يبدر، كيف يكون التعامل بحق الزوجة في هذا المجال؟ بيت النبوة ومشكاة الرسالة ومعقد الوحي نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أنه النبي الرسول القائد المربي القدوة الأسوة، أيضا هو الزوج البشر الذي يعايش حياة بيته كما يعيشها كل الناس. يأتي صحن فيه طعام من زينب زوجته في ليلة عائشة ومعه أصحابه، تغار أمنا عائشة رضي الله عنها وتكسر الصحن، وهذه غيرة محمودة ليست من قبيل قلة الأدب أو ما شابه ذلك، حاشا لله. لكن تأملوا كيف سيكون تعامل الأزواج أو بعض الأزواج في هذا الزمان، وقارنوا هذا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قام ولملم الطعام ووضعه في الإناء في إناء جديد، وأعطى إناء آخر من عائشة لأنها ضمنت للجارية لترجعه إلى زينب، وقال للصحابة: غارت أمكم. موقف ثاني تحكي عائشة رضي الله عنها، قالت: على صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم المشاكل التي تحدث بسبب علو الصوت، وأنا أطالبه في النفقة، وكان أبو بكر رضي الله عنه مارا بجانب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، ولم يناديها يا ابنة أبي بكر أو يا عائشة، أو لأنه استهجن الفعل واستقبح هذا الصنيع، يا ابنة أم رومان ما لي أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يده أراد أن يضربها فلاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمت واختبت خلفه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا الذي كانت ترفع صوته عليه قبل لحظات. فخرج أبو بكر فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها في دلال ودعا وحب: يا عائش، أراني أنقذتك من الرجل. انظروا إلى هذا الحب وهذا الإفعام وهذه العاطفة التي يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. نعم أيها الأحبة، الغلظة، القسوة، الفظاظة، الجفاء، العبوس، التقطيب، هذه الخصال التي يظن البعض أنها من قوة الشخصية، إنما هي من الأمراض النفسية. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إن النساء وكن قبلك حطة، إن النساء وكن قبلك سلعة، إن النساء وكن قبلك متعة، أضحين في أنوار شرعك مشعلا، أنت الذي جعل النساء شقائقا وأزال صنع الوائدات من الفلا، وجعلت تحرير العباد عبادة زلفى تنال بها الجنان وتجتلى، صلى الله عليه وسلم وهدانا إلى هديه وخلقه وسننه. نسائم هبت بعطر زكي. تكملة لما ذكر الشيخ محمود عن حقوق الزوجة، فأقول إن الله عز وجل لعدالته ورحمته قد حفظ لها حقوقها في كتابه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو مفصل في الكتب الفقهية تفصيلا دقيقا لا يسع المقام لذكر كل ما جاء في حق الزوجة،
وإنما هي إشارات، فأحببت أن أنبه على سبب هو سبب تقصير في حقوق الزوجة أو سبب ضياع حقوق الزوجة، منبها على مسألة مهمة في ذلك. فكثيرا ما نسمع عندما يسأل الأشخاص يتزوجونهم حديث عهد بزواج، كيف أنت يا فلان مع الزواج؟ فيجيب بكل فرح وسرور في بداية الأمر، يقول أمور 100%، بل قد يندم على ما فاته في أيام العزوبية. وبعد مرور الأيام وبعد مرور السنوات، فعندما تسأله تجد الجواب قد تغير، فإما أن يسكت وإما أن يقول شر لابد منه. فهذا الأمر ما بين شدة الفرح في أول الأمر وفي حاله في هذا الأمر، ما هو السر في ذلك؟ أن بعضهم يظن أن السبب في ذلك قلة المال أو عدم التوفيق في اختيار الزوجة، ولكن السبب الرئيسي في ذلك، السبب الحقيقي، وهي المسألة المهمة التي أحببت أن أشير إليها، أن الناس يغفلون أن الزواج عبادة. فأنت أيها الزوج، حياتك مع هذه الزوجة هي عبادة، كل معاملاتك مع هذه الزوجة هي عبادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك هي لك صدقة؟ فدل على أن جميع المعاملات مع هذه الزوجة هو صدقة. فلهذا كان أول واجب على الزوج اتجاه زوجته هو أن يعينها على طاعة الله جل وعلا، أن يأمرها بطاعة الله، وأن ينهاها عن ما يغضب الله عز وجل. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأول واجب على الزوج هو أن يبني بيته، أن يكون بيتا مسلما، فقد حل الله جل وعلا له الزواج يكون عون على طاعته سبيلا إلى رحمته. فإذا لم تكن هذه الزواج، هذه الحياة عون على طاعة الله، انقلب الأمر إلى ضده. وأمر أهلك بالصلاة، فالمطلوب من الزوج أن يأمر أهله بالطاعات، بذكر الله عز وجل، أن ينهاهم عما حرم الله، ومع ذلك يصبر على ذلك واصطبر عليها. أما الرزق فسيأتي، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فبعض الناس قد يقول العلاقة ساءت بيني وبين زوجتي من أجل ضيق الحال، فنقول له: راجع نفسك في هذه الآية فستجد نفسك في هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت أيها الزوج مخاطب أن تقي نفسك من النار، فكذلك مخاطب أن تقي زوجتك من النار. فهذا أول حق وأعظم حق، أن تقي نفسك وتقي زوجتك من النار، فتكونان معا في الجنة بإذن الله. وأختم حديثي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. نسائم هبا بعطر زكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. نسائم هبت بعطر زكي. شيخنا، عندما أرى الشيخ سالم يعني يفسر القرآن وينظر إلى جماليات الكلام، عندما أرى الشيخ سالم يعني يتكلم عن التفسير الوعظي إن صحت التسمية، هذا هو سؤالي الثاني وحواريتي الثانية. ما هو السر في طرح الشيخ سالم في أمور التفسير وربطه بالسيرة؟ وأنا خاصة أني علمت قبل لحظات في هذا اليوم أنك شيخ كان عندك أمنية أنك تكتب في التفسير الوعظي، فهل كتبت شيء في التفسير الوعظي أم لا زال الحلم يعني على قيد الحياة؟ وما الموانع إن منع ذلك؟ يعني هو التفسير الوعظي يعني ربما كتب فيه، لكن أنا لم أطلع حقيقة على من كتب تفسيرا للقرآن من أوله إلى آخره نحى فيه منحى الوعظ وتأثير الناس به وإصلاح القلوب وإصلاح النفوس وإصلاح والسعي في إصلاح الأعمال، هذا قليل. لكن في المقابل البلاغة مهمة جدا، الأسلوب. إذا كان المفسر أو الواعظ أو الخطيب يلبس المعاني ثوبا قشيبا جميلا يأخذ بالأبصار يؤثر في الوعظ، لكن إذا كان الكلام هكذا يلقى بدون ترتيب وبدون تنسيق تمجه الأذن ولا يصل إلى القلب. نعم صدقت. فأنا يعني نظرت إلى الناس، ما الذي استفادوه من القرآن الكريم؟ ما الذي استفادوه حقيقة؟ لم يستفيدوا من القرآن الكريم كثرة الاستفادة. لماذا؟ ما السر؟ لأن الله يقول وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلو وجد تفسيرا وعظيا يؤثر في القلوب ويأخذ بالألباب ويحدد لكل شخص ما الذي سيأخذه من هذه السورة، كيف يعمل بها، كيف تعيش معه، هذا ما نحتاجه. فسعيت ربما في بعض، بدءا من سورة ياسين وصلت تقريبا إلى عند سورة النجم، ولكنها كلها تسجيلات لم تكتب بعد، وإنما هي تسجيلات ألقيت في دروس في رمضان وفي غير رمضان، كانت في مسجد عبد الله بن مسعود بمدينة بنغازي، وكذلك جزء عام بالكامل، وكذلك بعض الصور المنفردة مثل سورة الكهف وسورة مريم وسورة طه وسورة الإسراء، بعض الصور. فكان التركيز فيها على الجانب الوعظي، وما زالت الفكرة موجودة، لكن ربما ليس كتابة وإنما هي دروس تلقى في بعض القنوات أو في بعض الإذاعات. شيخ محمود، أنت من بدري وأنت تسأل فيها، أخذت غايتك في الأسئلة ونقبت، وأنا أريد أن أوجه إليك أيضا. شيخ محمود، كيف قرأت القرآن وعلى من قرأت القرآن وما هي البداية كانت في أي مسجد؟ الحمد لله رب العالمين، نحن نشكر الله دائما على فضله في موضوع حفظ القرآن، الله أكرمنا بهذه الفضيلة الحق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على قدر الأمانة التي أكرمنا الله بها. شيخ، أنا طبعا في بداية الثانوية كيف دخلت للخلوة اللي هو الكتاب طبعا، ودرست على بعض المشايخ المجاورين يعني المنزلنا في الفترة ذيك، وبعدين ربي رزقنا بالشيخ عبد الحميد معتوق العماري ابن الشيخ الكبير الشيخ معتوق رحمة الله تبارك وتعالى عليه،
مقرئ بنغازي ووالد المقرئين في مدينة بنغازي وفي غيرها يعني. فقعدنا مع الشيخ عبد الحميد فترة لا بأس بها يعني قرابة السنتين، وكان الشيخ يعني معلم في تحفيظ القرآن، كان نبراس في الأدب وفي الأخلاق وفي التعليم وفي الهمة وفي النشاط وفي التربية. يعني استفدنا من الشيخ عبد الحميد فائدة عظيمة، أنا أشكره الآن في هذا المكان الطيب، لا أستطيع أن أنسى فضله، لا أستطيع أبدا بحال أن أنسى تلك الأيام. والله يا شيخ هي من أجمل أيام العمر، أيام القرآن، أيام تكتب على اللوحة وتمحى بالطفلة وبعدين تحك اللوحة وتنظفها وتجي تسطر وتقمعز قدام الشيخ وتكتب الدواية في تلك الحلقات الجميلة، وبعدين بعد العصر أو قبل المغرب الحلقات الشيخ محمد خليل زروق. الشيخ كان يجيب لنا في الشيخ محمد خليل زروق حتى هو جزاه الله عنا خير الجزاء، إنسان يعني خدمنا بعلمه بارك الله فيه، واستفدنا من إتقانه للقرآن ومن علمه في علوم القرآن وعلوم وأحكام القرآن أيضا. فكنا يعني نحفظ الجزرية ونحفظ وتحفة الأطفال وهذه المتون يعني ونتسابق فيها ونستفيد من شرحها، والشيخ عبد الحميد اهتم بنا اهتمام بالغ الأثر. يعني أنا يا شيخ بحكي لك عن نفسي، عندي قرابة 40 شهادة تقدير في جانب القرآن الكريم، يعني منها ما هو في الربع أو أقل وحدة فيها في الربع، ومنها ما هو في القرآن كامل، ومنها في الثلث والثلثان ونصف القرآن. يعني هذا الفضل كله يعني يذكر للشيخ عبد الحميد بارك الله فيه. فكان ديما المسجد خلوة الأنصار بالحدائق كان لها دور بارز في صناعة الطلبة وفي التأثير في المسابقات القرآن اللي تقام على مستوى بنغازي وليبيا. كانوا طلبة الأنصار من أكثر الطلبة تفوقا يعني، وكل طلبة القرآن كانوا متفوقين. وحفظت القرآن بحمد الله وفضله في شهر 6 في شهر 8 في 2006، واحتفلنا بحفظنا القرآن أنا وأخي الأكبر يوسف وثلاثة من أصدقاء من طلبة الخلوة، حفظنا يعني واحتفلنا حفلة جماعية 5 طلبة حفظوا القرآن. وهذه كانت يعني أجمل الأيام والليالي في حياتي الحق. نسائم هبا بعطر زكي. فيما يخص الرجوع إلى الله أيها الإخوة الأحباب والأخوات العزيزات، لا شك أننا نحتاج دائما إلى أن نعود إلى ربنا، فالله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وكلفنا بهذه العبادة وبهذه الطاعات هو الذي سيجازينا، وبالتالي لابد لنا أن نعود إلى الله ونعلم علما يقينيا أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. يعني نضرب مثلا بسيطا، عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يستلم مفاتيح بيت المقدس، جاء بهيئته الطبيعية وهو خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، ماذا كان يلبس؟ كان يلبس المرقع، وكان يلبس لباسا عاديا، وكان يحمل نعليه في يديه ويسير في الطين، سبحان الله. فجاءه أبو عبيدة يقول له: يا أمير المؤمنين، اركب فرسا وغير هذه الهيئة، فأنت مقبل على استلام مفاتيح بيت المقدس من البطارقة. قال: والله يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لعلوته بالدرة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. سبحان الله، يعني لا تغيرهم لا أموال ولا عمارات ولا دنيا واسعة ولا شيء من هذه الزخارف، فهم يعيشون على تقوى الله عز وجل. نحن أيضا نحتاج أن نعود إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن لابد من العودة، ولابد من الإنابة، ولابد من أن نحاسب أنفسنا. الرجوع هو المحاسبة، هو أنك عندما تقترف الذنب تعود وتستغفر وتتوب وتكون من المستقيمين. هذا الأمر الذي دائما وأبدا يسعى إليه كل مؤمن حتى يحظى يوم القيامة بخير وفضل من الله عظيم.
نسائم هبت بعطر زكي. ونسعد إن شاء الله بكلمات وقصيدة يختارها لنا الشيخ عز الدين، نأنس بها، وهو كعادته ما شاء الله دائما ينتقي لنا أطيب الكلام. يلا الشيخ عز الدين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. حقيقة فاجأني الشيخ فتحي دورش حاجتك، كان بلغني قبل هيك خشينا دورش حاجتك على طول، قدر كم كبير وقدر المشاهدين أكبر. الشيخ عز الدين معلوم تاخذ اللقب بعدنا. نعم تاخذ ال أيوة إيه تفضلي دام إيه مفتوح. بنيات الأفكار يا زوزة هو كلها راهي عفوية. توكل على الله جيمك زين. هذا السهر هذا واحد لم يسهر في الليل يريح الأبيات كل. لا والله يعني ما سهر ساعة ثلاثة يعني أنا ما يخليك تركز بكرة كيرين في هذاك الليل بعمرة صار والله يا سيدي. وين يريد خيانتك فإن حسبك الله. أرزاق أرزاق أي أيوة والله حسبي الله. أنت هذا اللي يلا يا شيخ يلا يا سيدي. هي مقطوعة الجار مقطوعة بسيطة علي بنغازي. طلب مني أني في برنامج كانت بنغازي قدمتها قناة النبأ السنة اللي فاتت، طلب مني أني ندير كما تقول يعني أبيات علي بنغازي أساس بيديرون في شارة البداية والنهاية يعني في البرنامج. ف الحقيقة المونتاج كان وقت ضيق ما قدروش ما سعفهمش الوقت ما داروا البرنامج من غير شارة يعني من اللي هي الشارة البسيطة اللي هي كانت عبارة عن لحن قديم شوية لأحد المطربين وداروا له البرنامج. فالمهم الشارة كانت على هذا الشكل يعني تقول كانت بنغازي وكانت سماها للجميع أخطاء تربي الذوايح تحضن الملهوف وكانت على طول الزمان عطاء وانسامها كانت تشيل الخوف وكاين قمرها ضيها وذراء ولا شمسها تعرف نهار كسوف وكان زناقيها الحان وفاء بلعب الطفولة زينها موصوف الوابيس لعبوها بكل زهاء والليبرا اللي وصفها معروف وبطش وزغادي يا زمان مشاء والدهر عنده للزمان صروف واليوم يانك في صغاء وعنا علي خبط كفك عاجزة لكفوف الوضعك ضربتي خماس في سدساء والكاينة ضاقت عليك ظروف انفيت ربنا يفزع يفك عناء يشيل الكدر وعلى البلاد يروف وبالأمل نمدوا كلنا الأخطاء يعاود زهاك وتلتحم الصفوف. ما شاء الله ما شاء الله احنا شدتنا قضية اللعب الألعاب الشعبية الزغادي لان الموضوع كانت بنغازي اصلا يعني يحكي على بنغازي القديم لكن سيت البطش يا سيدي بطش وزغادي يا زمان مشاه بطش وزغادي انا هو شكلي الاسئله التصوير الواقعي والله احنا يتكلموا على لعبه الوبيس يقولوا ان اصلها ومصدرها هي لعبه اليوم يلعبوا فيها اولادنا بالكامل وين تشوف شكلها نفس ما يعملوه في اليهود على في الاقصى قضية المبكى وقضية المحج وأنا حجيت يعني الأول وأنت ما حجيتش ثم ما انتبهي لها القصة دي والله إحنا نقول محمد أول مرة نسمع فيها لا كيف هذه يسيل اليهود اللي كانوا في الأندلس يعني الوبيس لعبة يهودية طبعا يعني هو إن كانوا في اليهود كانوا في الأندلس الغميضة نقول الغميضة يقولها حيل إحنا عندنا يقولها حيل إيه ورجعوا من الأندلس انتشروا في الحارات في المدن من ضمن المدن اللي هي طرابلس والزاوية وزليتن ومصراتة والبنغازي كلها فيها الحارات حارات اليهود سابقا يعني ف
النساء اشتغلن في جانب تربية الأولاد في بعض الأسر اللي هي عندما يكون صاحب البيت تاجر كبير وكذا فيستعينوا باليهوديات في التربية في جانب تربية الأولاد، فيلعبوا في الأولاد لعبوهم لعبة الوبيس. هذه لعبة الوبيس هي لعبة عبارة عن طقوس دينية ليهودية، كيف يوقف العيل قدام المحج ويبدأ يعد ويردد، هو نفسه اللي يوقف أمام المبكى نفسه، وبعدين من اللي يحج هو الأول يقول المحج. نعم. نفسه هي نفس الشكل. يلعبوا فيها الأولاد بدون يختفي ويدسروا. اي ما فيها كل شيء، يعد يدوره يدوره وبعدين يجي يرجع من جديد يحج هو الأول وانا حجيت انا الأول. والله زمان كنت نلعب فيها في لعبي شيخ طارق، حتى احنا لعبناه وانا على المشعل، وكنت نكشف فيهم جيب فيهم منين ميكرسوا يا حاج وراهم وراهم تتنيب تقول لي لاني لا وبيزنا قالها سمحوا والله يا شيخ هو مرة اسمعه نسائم هبت بعطر زكي. جد واحد ثالث والله عادي فاضيين احنا ما عندنا شيء. لا لا هم انا هم دقيقتين انا قلت لك ثلاثة راه ضابط انت عادي في غياب الدولة والقانون الأخير. هاي نسائم هبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي، نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم، لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي، بدعوة صدق وفي شذو روح بتغريد صوت عذوب شجيب.